مرحبا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بقناة ماما مروة. وصفتنا لليوم هي مربى اليقطين بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة ومفصلة جدا، والنتيجة كتير طيبة. يلا تابعونا لآخر الفيديو ويلا نشوف طريقة التحضير. بالبداية أعزائي عندي هون أنا يقطينة كبيرة، شوفوا ما شاء الله، قطعتها بالنص بهالشكل، وبدي نظفها من البذورات بهالطريقة، من البذورات اللي كانوا بقلبها بدي نظفها كتير منيح، وبدي أقطعها قطع بهالشكل أعزائي، وبدي أرجع أقشرها وأقطعها قطع صغيرة بهالطريقة. وهون أعزائي أخذت من اليقطينة الكبيرة 7 كيلو منها، والباقي بدي أعمله للطبخ. 7 كيلو من اليقطين بيحتاج ل 7 معالق من الكلس. الكلس البودرة بدي دوبه ب7 لترات من المي، وبدي أنطره فترة ساعتين ليرقد الكلس، وبدي أرجع أضيف فوقه 7 كيلو من اليقطين. أعزائي بدي أنقع اليقطين بالكلس 24 ساعة كرمال حبة اليقطين تقسى تعطيني المذاق والطعم الرائع للمربى. وبعد 24 ساعة بدي صفيها كتير منيح من الكلس، وبدي ارجع اغسلها شو 5-6 مرات لينضف كتير منيح معي من الكلس، وبدي ارجع اغليه فترة 10 دقايق بس ليغلي بس غلوة وحدة، وبدي ارجع صفيه ارجع كتير منيح من المي. وهيدي المرحلة أعزائي بدي أحط بقلب الطنجرة 7 كيلو من السكر مع 7 لتر من المي، بدي أتركهم ليعقدوا مع بعضهم، وبدي أرجع أضيف ملعقة كبيرة من حامض الليمون وملعقة كبيرة من ماء الزهر. ماء الزهر بضيف طعم رائع للمربى. بس يعقدوا كلهم مع بعضهم يغلوا شوي، بدي أضيف اليقطين، يعني لكل كيلو من اليقطين كيلو من السكر ولتر من المي. بدي أحط 7 كيلو من السكر و7 لتر من المي بالطنجرة، وبدي أنطرن ليعقد شوي هالقطر، وبدي ضيف ارجع فوقه هاليقطينات اللي أنا كنت ناقعتهم بالكلس قبل. بدهم ياخدوا وقت معنا مع السكر والمي فترة من 2 لـ3 ساعات على نار وسط. شوفوا ما شاء الله الكمية طلعت، يعني أنا هيدي عندي أكبر طنجرة، بدي كل شوي غطسهم بهالشكل بقلب القطر. شوفوا ما شاء الله عندي هون بلش يعقد معي القطر مع وحبة اليقطين، بلش يتغير اللون وتعطيني هاللون الذهبي اللي أنا بدي. شوفوا هيدا اللون الرائع لمربى اليقطين، شوفوا ما شاء الله. بعد بدي احطه، يعني عم قلكم بياخد من 2 لـ3 ساعات على النار لتتشرب حبة اليقطين هالقطر الطيب، ويصير عندي القرشة اللي أنا بدي إياها لحبة اليقطين والطعم الرائع. شوفوا هون أعزائي من بعد ما خلص عندي المربى حطيته على النار من 2 لـ3 ساعات وصفيت اليقطين من القطر، حطيت القطر لحال واليقطين لحال، وشوفوا أعزائي النتيجة شي روعة. شوفوا حبة اليقطينة بتجنن. أعزائي إذا بدكم تخزنوه بمرطبين بدكم ترجعوا تضيفوا القطر بقلب المرطبين كرمال تضل الحبة عم تلمع وتضلها عم تقرش مثل ما أنا بدي إياها، وتضلها فترات سنين مخزنة ما بصر شي مع القطر بقلب المرطبين. أعزائي هذه كانت طريقة عمل مربى اليقطين بطريقة كتير طيبة ورائعة وطعم بشهي. أعزائي إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من قناة ماما مروة. دايما تابعوني، وألف صحة وهنا.